ولسه مكملين معاكم. والحرامية اللي قدرت تسرق كل المشاهدين في الوطن العربي بأدائها الممتع اللي أبهر الجميع، وهي عرفت إزاي تسرق القلوب لأنها بتفهم فن اللعبة، ولأن اللعبة لعبتها وهي بتلعب اللعبة دي من زمان ومش جديدة عليها. الأداء المبدع اللي تخليك تضحك وتخليك تعيط وتخليك تسقف، الجمهور سقف لها في أكتر من مشهد قدمته، كان ماستر سين ليها على مدار جعفر العمدة. سوريا يا سوريا، عين سوريا يا سوريا، حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سوريا يا حبيبة قلبي. يعني طبعا جايزة الجمهور لازم سوريا تاخدها بكل الحب والجدارة والسعادة. الحمد لله، وده بيبقى أكبر تقدير وأهم تقدير بالنسبة لنا طبعا. يعني أنتي معاكي فن اللعبة من مسلسل اللعبة، واخده منهم بقى 4 سنين، وقدرتي ان انت تسيطري على جيل جديد من الاطفال. الجيل ده كان واقف في ظهرك في جعفر العمدة. الحمد لله جدا، لان انا طول عمري جمهور الاطفال ده بيفرق معايا جدا، فحصل كده 10 سنين الجمهور ده راح مني فجأة، اللي كانوا صغيرين كبروا. فبعدين لا، انا عايزة الصغيرين دول تاني يعني. فاللعبة طبعا رجعت لي جمهور الاطفال، وفعلا كانوا في ظهري بجعفر العمدة، ودي حاجة بسطتني جدا. سوريا، الدور اللي جعل من مي كساب وجه اخر للمخرجين والمنتجين انه يشوفوها فيه، مش بس الكوميديانة اللذيذة شوقية الجميلة، او اللعبة اللي بتعمل مغامرات كوميدية حلوة، أو المطربة اللي بتسعدنا بصوتها، ولكن ممثلة تخليك تعيط في الوقت المناسب، تقدر تعمل مشهد تقيل، تقدر تعمل مشهد ماستر سين، تقدر تقدم أدوار ما فيهاش كوميديا خالص. ده حلاوة ورق محمد سامي. من أول لحظة أنا لما قريت الورق ده قلت له أنت ما شاء الله عليك، أولا في عدل في الورق مش طبيعي، كل الأدوار مكتوبة بحرفية جدا. أنا دوري بالذات عشقته، وفعلا حسيت إن محدش ينفع يعمل سوريا غيري. طول الوقت عندي أب داون، بضحك بعيط، انفعالات طول الوقت عشان الولد، مشاعر متضاربة طول الوقت. لا، الدور بصراحة دور ساري جدا، وأي ممثلة هتتمناه بصراحة، فأنا محظوظة إن كان الدور ده من نصيبي. بعد النجاح الكبير اللي يخض، هل كنت متعودة يمكن من اللعبة ومن تامر وشوقية على نجاح يخض، لكن هل جعفر العمدة خضك أكتر، ولا نفس الخضة اللي اتخضتيها أول مرة في تامر وشوقية؟ لا، هو يمكن عشان يعني احنا اكبر دلوقتي شوية، والنجاح بتاع جعفر العمدة هو انا بسميه نجاح ساحق وانجاز ساحق يعني. فانا يمكن كان بالنسبة لي لا، يعني ما تخضتش الخضة الكبيرة قوي دي. طبعا نجحت كتير في ادوار كتير، وثلاث ارباع الاعمال اللي انا عملتها في حياتي معتزة بيها وفرقت جدا في مشواري الفني. بس المسلسل السنة دي حقق جماهيرية، يعني زي ما بيقولوا من المحيط للخليج. يعني انا كمان لسه راجعة من الامارات. انت راجعة من دبي، قوليلي بقى الامارات مش ممكن بجد زي. لا يعني انا كنت فاكرة ان الحالة اللي احنا فيها دي هنا في مصر بس. لقيت لا، نفس الحالة موجودة بره. حتى كنت بكلم استاذ محمد سامي، قال لي امال لو رحت السعوديه ولا لو رحت المغرب العربية كلها. يعني انا برضو عايزه اعرف الناس كمان متفاجئه بجمالك ورشاقتك والتغيير اللي عملتيه بعد جعفر العمده، فانت كده ممكن تقدمي لنا ادوار رومانسيه بقى الفتره الجايه. خدوا بالكم بقى، خافوا مني بقى. يعني يبتدوا يقلقوا الفيديتات هضايقهم بقى، دخل عليهم بقى، دخل عليهم بقى. حلمك تعملي بقى حاجه رومانسيه بعيدا عن الضحك كده وفيها دلع وفيها يعني. حلمي دايما اعمل دور مختلف ما عملتوش قبل كده. فاكيد يعني اي دور مختلف هيطلع مني طاقه تمثيليه جديده هبقى نفسي اعمله جدا. انت الوحيده اللي ممكن نقول مكمله في جعفر العمده 2، لان انت اللي فضلتي. انا والملكه. انت والملكه، يعني انتوا الوحيدين اللي ضامنين ان انتوا معانا. هو طير الثلاثه التانيين، فانت الوحيده اللي ضمناكي. هل هتكملي الجزء الثاني، ولا جالك عروض اخرى؟ وطبعا ادوار ممكن يجيلك بطولات ليكي لوحدك مطلق يعني. اكيد جالي عروض كتير من رمضان، الحمد لله والشكر لله. بس طبعا لو في جعفر العمدة 2 اكيد هو ده الاولوية الاولى بالنسبة لي. سوريا ما تقدرش تستغنى عن جعفر. عن جعفورة. ده الوحيدة اللي اختارها وكمل معاها يعني. يعني برضو نجاحك الكبير في جعفر العمدة، وايضا اللعبة اللي بدأت كمان محققة نجاح كبير، نقدر نقول ان لازم الفترة الجاية نشوفك على خشبة
خشبة المسرح بدور أيضا كوميدي بقى استعراضي ناجح بعد الرشاقة دي. يا ريت والله، أتمنى جدا، وأنا نفسي أخد تجربة على المسرح القومي جدا، فإن شاء الله ربنا يوفقني بورق وأقدر أعمل كده إن شاء الله. جايزة الجمهور النهاردة وجيل جديد النهاردة اختاركوا واختار إنه يكرمكوا، شايفة دي إزاي وتقولي لهم إيه النهاردة؟ أولا بشكر جدا الدكتورة صبورة على التكريم الغالي ده، وبشكر طلبة مدارس طيبة، ودي حاجة أنا مش أول مرة أتكرم منهم على فكرة، يمكن دي من زمان قوي انا معاهم، فدي اكيد حاجه بسطاني واحنا بنخاطب الجيل ده، فالف حمد وشكر لان احنا عارفين ناثر فيهم وان هم يبقوا مبسوطين بينا ويختارونا عشان يكرمونا. الف مبروك يا مي، سعيده بيكي وسعيده بنجاحك وسعيده بجمالك ورشاقتك. شكرا قوي. دي الحراميه اللي سرقت قلوبنا وسرقت قلوب كل المشاهدين في الوطن العربي. شكرا. النهارده الجمهور بيكرمها على دور ثريا. يلا يا ثريا، الجمهور في انتظارك. شكرا.